وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني سيد موسى أفشار. أهلا بكم سيد موسى. بداية، التقارير الدولية تؤكد ممارسة البنوك الإيرانية غسيل الأموال، هل ما زال يحاول النظام في إيران الهروب من واجبات الدولة بالتستر خلف شعارات الثورة؟ أحييكم وأحيي مشاهدي قناة رافدين. نعم صحيح تماما. وبداية اسمحوا لي أولا أن أحيي شهدائنا اليوم في انتفاضة المباركة في مدينة كازيرون البتلة، وفي شأن وسياق مرتبط، لأنه ما نشاهده في مدن الإيرانية وخاصة مدينة كازيرون والمدن الأخرى هي عبارة عن تعبير عن سخط الشعب المنتفض ضد هذه الأموال التي نظام الإيراني دعب على صرفها ونفقها واستخدامها من أجل أجنداته على حساب الشعوب العربية والبلدان العربية وفي منطقة شرق الأوسط. نعم صحيح أن النظام الإيراني وحتى خلال فترة العقوبات، فرض العقوبات التي انتهت 2015 بالتوقيع على الاتفاق النووي، حاول كثيرا ومن أجل الاستمرار بتمويل الميليشيات الطائفية تابعة له في مختلف الدول خاصة في سوريا وفي لبنان. نأتي إلى هذه النقطة سيد موسى. فكرة الثورة دفعت النظام الإيراني لتصدير أفكار يراها العالم أنها إرهابية، تجسدت في دعم كيانات أثرت فيما بعد لتصبح منظمات إرهابية أثارت الرعب في هذه الدول. كيف أثرت هذه السياسة على الشعب الإيراني وعلى حالة الشعب الإيراني كذلك؟ سيد موسى تفضل. هل استمعت إلى السؤال سيد موسى أفشار؟ ثاني لم أسمعه. طيب أكرر لحضرتك السؤال. إيران اتخذت فكرة الثورة لكي تكون ذريعة من أجل ربما اكتساب تعاطف الناس أو بعض الفئة من المجتمعات المحيطة. هذه الثورة التي تصدرت أو صدرت إلى الخارج رآها العالم بأنها مشروع إرهابي، حصل طبعا على يعني احتضان هذه الكيانات أو الميليشيات الحالية الموجودة على الأرض، إن كانت في اليمن، في لبنان، في سوريا وحتى في العراق. هذا المشروع كيف أثر، أو الرسائل التي أرسلتها إيران إلى العالم كمشاريعها بالثورة وغيرها، كيف أثرت على حياة المواطن الإيراني بشكل عام؟ في الحقيقة لابد أن أقول بداية إن ما يسموه النظام الإيراني بتسيير الثورة إنه ولا ثورة ولا شيء آخر، وإنه مجرد تصدير الإرهاب والتطرف الديني تحت لافتة الثورة. إن الشعب الإيراني وبعد أربع عقود عرف على يعني هو حقيقة يعرف ما معنى عرف الثورة، إنها ليست سوى نظام رئاسي الفقيه، نظام ديكتاتوري بلافتة الدين، لكن تأثيره على الشعوب الأخرى لم يكن سوى دمار، لم يكن سوى خلق كيانات مسلحة ميليشياوية مرتبطة بالنظام الإيراني وولائها للنظام الإيراني فقط من أجل تثبيت أجندة نظام الإيراني للتوسط على حساب الشعوب وبلدان وسيادة البلدان الأخرى. النائب الإيراني رسول خضر قال إن ربع سكان إيران يعيشون في مساكن عشوائية. دولة بترولية كإيران، أين تذهب هذه الموارد الخاصة بهذه الدولة؟ كما قلت لكم كان للنظام الإيراني مشروعان خبيثان جدا. مشروع التسليح النووي الذي امتص مئات المليارات منذ أكثر من 25 عاما منذ بداية التسعينات ولحد الآن، وطبعا المقاومة الإيرانية كان لها دور كبير لتعرية هذه المشروع الخبيث. والثاني هو تمويل الميليشيات وتعجيج الحروب، مثلا نظام بشار الاسد. نظام بشار الاسد منذ 7 سنوات عايش بشكل كامل على تمويل النظام الايراني، وهذا كلها يعني بالمليارات.
في سؤالي الأخير لك سيد موسى، هناك من يرى أن الاحتجاجات الشعبية في إيران تحتاج لمن يقودها، ولكن ما رؤيتكم في المجلس الوطني لهذه الاحتجاجات؟ هل ترون في أنفسكم قيادة محتملة لهذا الحراك، أم ربما قد تشيرون إلى جهات أخرى لتكون هي القيادة في المستقبل؟ الحقيقة يعني نظرة مشاهدة يعني لمجريات الانتفاضة المباركة منذ ديسمبر 2017 ولحد الآن، يرى بأم العين ويرى بعين المجردة بأنه هذه الانتفاضات بشعار واحد وفي آن واحد وفي 142 مدينة لم يكن أن تخرج وتستمر رغم اعتقالات، فالطمع إلا أن تكون هناك تنظيم، شبكات التنظيم المقاومة الإيرانية هي التي طبعا أنها لا ترفع رافته بهذا الأمر، وليس هناك حاجة إلى هذا الأمر، لكن الحالة التنظيمية من قبل الشبكات المقاومة الإيرانية هي التي تسود هذه المقاومة، وهي التي هي ضامنة لاستمرارية هذه الانتفاضة التي اندلعت منذ 6 أشهر ولم يستطع النظام الإيراني إحمادها حتى الآن. السيد موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.